عايز اخدكم بقى لي وليد سليمان. وليد سليمان النهارده اعلن بشكل رسمي اعتزاله كرة القدم مع نهاية هذا الموسم. استغل الميدالية اللي خدها النادي الاهلي النهارده، استغل برونزية كأس العالم واعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا. وليد سليمان حكاية، هو اخر الاسماء اللي كانت موجودة في الجيل الذهبي للنادي الاهلي، اخر الاسماء، الجيل الذهبي الرائع اللي خد بطولات وانجازات عظيمه من 2005 وانت طالع. هو جه في نص الجيل ده كده، جه على 2010 او 2011 وعمل اداء رائع وعمل اداء تاريخي ايضا مع النادي الاهلي. اسم كبير، مخلص شديد الاخلاص للنادي الاهلي، تحترمه كثيرا جماهير النادي الاهلي وتحترمه جماهير الكره المصريه، اسم محترم واسم رائع. دايما وليد سليمان كنت هتلاقيه مع النادي الاهلي، النادي الاهلي مستواه رائع هتلاقي وليد سليمان رائع، هتلاقي النادي الاهلي مستواه مش قوي وليد سليمان رائع، هتلاعبه رقم 10 صانع العاب هتلاقيه موجود، هتلاعبه مهاجم هتلاقيه موجود، هتلاعبه جناح يمين جناح شمال هتلاقيه موجود، هتقول له العب بالراس هيلعب بالراس، هيلعب بشماله بيمينه، ينزل يلعب ضربه ثابته يجيب جون يعمل اي حاجه. وليد سليمان بيلعب بضمير وبقلب وباخلاص شديد جدا، هتفتكروا جماهير النادي الاهلي دائما بكل الخير لانه اعطى الكثير للنادي الاهلي. كل التوفيق لوليد سليمان في الخطوات اللي جايه، اسم محترم واسم رائع واسم مهاري كبير في تاريخ الكره المصريه. بالملايين تحت وتاريخ متذهبي، وادي اللي بيرضي ربه، بص بيوصل لايه. وليد مرجع على بره واحده وليه هتشوف. وليد اهدى، ايه يا وليد يا سليمان، ده بيسمعني ولا ايه؟ الراجل في وش رجله ما بيبعدش خطوه في الثانيه على طول.